الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم سناب. شناب مسلسل من تأليف صلاح الدين بلهوان وإخراج لحبيب بالحارث. الله يتولاك يا شناب. شنو توالد سقيك وجيت البريز؟ لا سقي هما لا توالوا لا قصاروا، اما دبزوا من المسي والزي بالليل، وكان ننزع الصبات وتشوف سويقاتي تحط عليهم ساعة دموع، ولا والساق فوق منها ساق، الواحد ما يوصل من بقعة لبقعة الا ما يمشي ممساك البحافي. اسمى ليهم الكبر الكل في بلدانهم، تقول اسم خلاوس صبر ما بناوس فيه. شفت ما هو؟ يا والله شناب، يا والله شناب. اسبيك تدلوح في راسك وتقول يا والله سناب، يا والله سناب. اش تحب نقول لك؟ وجوده قدامي بالنسبه لي عجب كبير. اي حب يقول انا خارج من دار العزايم. لا لا، اما الحقيقه ما كنتش نتصورك في باريس. ما لم عليك، توا كانت تصورني وتعلق تصويرتي في حانوتك، هكاك تولي تتصورني في باريس وفي حانوتك زادة كان ما حبيتس. ايه وجابك الترين وزابني مليون ومن لاقار الهوني على القدامي، وازاك علاس قلت لك سويقاتي مساوس منك. يعطيك الصحة. شبيه جبدة راهو من لاقار دولاس البيكال، لكن كيفاش عملت باش نجم توصل وتطلع الحانوت؟ ها خوك سناب تعرف وحير، لدريسة متاعك في يدي وانا نمسي وننسد حتى وصلت لسولة سوية. ما لا تعلمت تتكلم بالفرنسيس. باس قاري ما ينزمش ياكل معايا الخبز. الله عليك يا شناب، الله عليك. قلي كيفاش نشيت الناس؟ تحب تسرق علي سر الصنعة؟ ربي يحكم فيك يا عياد. ما يسالس، او نقول لك ماكس براني، انت كل ما نلقى بوليس ونسمع عليه موس بنوار نمدلو الورقه اللي فيها لندريسا في السكات، بس ما يسلقش بيا براني. وبالوميه نقول له منين الصنيه، يقول لي هو ادروات ندور على اللي صار، وإذا يقول لي أغوس ندور على اليمين. كيفاش إذا كلامك اللي تقول فيه صحيح من المستحيل باش توصل. علاه وصلت والمسادة أقوى دليل، هاني قدامك. إيه لكن إذا كان هو يقول لك أدروات وانت تدور على اليسار الحساب ما يقبلش. تاك يا رازل من هالفكرة، درويس أنا اليوم زيب خوك وما يحصلش. كي يقول لي البوليس أدروات معناها على اليسار، ندور انا على اليمين ونقول بالك بالعاني بس يحصلني. وكي يقول لي يا قوس معناها على اليمين، ندور انا على اليسار. اللي يغلبك يجي يحاسبني. قلبت الايه يا اخي، جيت اسطل. لا زيت اسطل بليون، زيت سناب اللي تعرفه. اسمع، اختانا من هذا الكل توا، وقل لي الوه جيت لباريس. زيت اللوز على اللمبوس على بالك سبح ويزه. عندك ما عندي كان الصالات وعن نبي، لا كارت سيزور لا كارت دو ترافاي لا سيد الدار. حبك تدبر لي خدمة في نون ديكلاري. صعيب يا شنب. يا الزعاد قال له صعيب، خوك راني وولد حومتك وعييت نلعب انا وياك بالزربوت، ولا لخاطر زربوتك كان دي مركزة وانا نيب فيه
قعدت تسالني بغير فدقيق. يزي بلا تخلويذ يا شناب. لا تخلويز لا والو، هذيك الحقيقه سي ما نفهم. طحت من السماء زيت في حزرك، لازم تدبر لي لمبوس مكانس. ورحمه بابا ورحمه بابا وبوك هوني قاعد لك، ناكل ونشرب ونرقد. ايش بيه، مرحبا بيك. يكسر خيرك، لكن انا نحب نخدم، نحب نصور خبزتي بارق زبيني. يساعدنيش بس نعيز توفيلي. باهي يساعدكش تخدم معايا، شداني يد حطينه بربي. يحب يقول امك عايشه تبكي وتغسل في الصابون، وقص دريه مالح وسترها ليمون، قسعه ولوحه وسناب مسمر على المرافق، وهو كساب بالعداله يطلي ويفرك ويسلل وينصر. لواه احنا الغسيل متاعنا بوسائل عصريه. عصريه معناها لا فركان لا دلكان لا زاد طايح. حط في الماء وطلع واعصر وسيبه داك. هاو بريمه. لا لا يا شناب، لا عندنا ماكينات هي اللي تغسل وتحدث. ميكانيك خير على خير لزقالة عب. اذا هذه هي الخدمة نقعد معاك رسمي مستدان يد. وبخلاف هذا عندنا زادة حانوت اخرى، لكن ما فيهاش ماكينات، ساعات نجيب منها ولا نهزلها سلعة. تحواس ودولاس ومن المحكمة للسرايا، ساخت ساخت هذاك اللي يحب فوق وعذاك على سيفنا. كيفاه قلت سي عياد الوين بس تهزني معاك؟ الرام خاتي خوك فسقام تهز فيا الرومة. ما هو باش نوريك حانوتنا الاخرى. امان حانوتنا الاخرى؟ ايه ايه في روم. بالله هذه هي حكاية يا زعاه، وريني وزنك. زقت عليك فرنسا وكبرها، ما لقيت وين تحل حانوت ثانية ماسي الرومة. علاش ما حليتوش في موسكو فرد مرة وانتي مرتاح؟ شهزنا الموسكو؟ شنو الفرق بين موسكو ولا روما؟ يا شناب روم محطة حومة كيف بيغالو وبرباس وبلانش وروشوار. باي وفاس بس نمسي ولها في طيارة ولا في صاروخ، وكيفاس بس نسق الحدادة وانا بس بورتي زايح. يا شناب مناش باش نخرجوا من باريس. بالله مازالت الوزن تسمع. توا لو كان يزي واحد ويقول لي فرنسا في باريس نقول له يمكن، اما روما بلاد البابا في باريس هدره ما تدخلش لدماغي. جابنا لبلاد البابا. امان ترى احلف ورحمه بابا وبوك ما قلت لي اسمسين الروما. قلت لك الروم يا قرضه. موسى الحاز، موسى موسى الحاز. ما حتى ما حتى ما حتى اسمها روم وزادت في باريس. ايه في قلب باريس. باهي وبس نمسي ولا هذه روما متاعك اللي في قلب باريس بالمترو. بالمترو زيد استبلهني مليح. نسدوا المترو في دينا ونبدأوا ماسين ونكيلوا حتى نوصلوا. تقدش يلزمنا نكيلو من مترو؟ ماكش فاهم ماكش فاهم. اتك 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 سيحب يقول من يسفهم. عمري ما ريت مترو بالله مارا زلوع زلوع ويتلواه نلقاو منه عند النزار والبناي والحداد. يا ولدي لا لا مش مترو يقيسوا بيه. ما لا يوزنوا بيه في عوز الصروف. لا لا افهمت يفهم. مترو يعني ترونفاي، ترينو كيف التيجيام تاعنا في تونس. بزاه والدي يقول عندهم تيجيام في باريس كيفنا. اي لكن هوني يسميهم مترو. ويهز للمرسى وحلق الواد. ساخت ساخت ملا العسية نعملوا طلعة للمرسى ونعسيه في الصفصاف ونضربوا تعيبات بريك. خرف خرف هذا ترينو يمشي تحت القاعة وحد وحد باريس ما يوصلش للمرسى. لا مرسى لا حلق الواد. قلت لك حد وحد باريس. هاي 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 قوم نمشي.
توك ترى بعينك تفهم. مسينا مسينا يا اخونا والله لا يورينا ما يرعبنا. الو صالح اسمع فيها اوتو نبعث لك شناب بالوقت اعطيه الروبه يجيبها وقبل ساعتين يرجع حالك فهمت. شناب شناب ايوه عارفي عايشه قولي نجمش تمشي وحدك الحانوت الاخرى في المترو ولا على القدامي؟ في المترو ثم حريفه عندها روبه تبقت لها هزتها لصالح غادي لكن تحب تحضر لها قبل الاربع متاع العشيه على خاطر عندها عرس. ربي زين. والعرس بالعواده ولا بلاس؟ وين نعرف عليه انا بالعواده ولا بلاس؟ ايه ستك وبرا مانيس ناوي نمشي له العرس. وفي ناش ملاه توا يا شناب؟ بالله ماني فدلك. باه ما لو قلت لك تمشي فيه ساعه تجيب الروبه باش ننظفوها ليه ليه وترجعها. الله يبارك ونمشي في المترو. بالطبيعه المساله مجروبه. نعاود نسالك نجم تمشي وتجي وحدك في المترو ما هو ولا لا؟ اتك 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 ملالا بالله نمسي ونزي عيني مغمزة. لا 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 يهديك خلي عينيك محلولة. خليناهم محلولين. شد رامزوز تساكر مش وجاي ويعيش خويا ما تبتعش فهمت؟ فهمنا واستفهمنا يا عارفي. ايه تي وينو شناب؟ جاك ولا مازال؟ ننسك ولا تنشدني؟ تجاوبني وصل لك ولا لا؟ من وين وصل؟ وعطيته الروبة وجاك. اش بيك توا ما رجعتها ليش؟ المرأة واقفة تستنى. ما جاش يا صالح ما جاش. شناب ما جاش؟ ايه انا حسبته مازال بحذاك. وانا ماشي في بالي وصل لك وقاعد نستنى فيه. باهي توا كيف يجيني تفهمه. شنو العمله توا؟ ساعتين ونصف من اللي خرج من هوني. شبي دعوته زعما؟ السلام عليكم. وينك يا سي شباب؟ وينك لتوا؟ اني يا خويا اربع سوايع كاملين فين مشيت؟ روم. روم يحب لها درجين مشي ودرجين جاي نصف ساعه اذا طارت ثلاث محطات راهم. شخات تعمل اخي لتوا؟ ضيعت البوصله. كيفاش كيفاش؟ في الرزوعه ما لقيتش المحطه. شو نقلت من بقاتها يا اخي ولا تفيسخ عليها؟ بالله لا ساره يا عياد نكلم فيك بجدي المحطه زاعت عليا. مش كلام هذا. مالت معويق عندي تقميرة مقمر بها في الرزوع كل محطة يقف فيها المترو نخزر الراس التقميرة ما سماس. ايه ايه وين نمشي معاك؟ رسات حتى وقف المترو في محطة من المحطات زا واحد قال لي دي سان يحب يقول اكا عد فلوسك. ايه كيها بطو وخرست الزو ربي لقيت روحي في بقعة ما نعرفهاش ولا عمري ريتها. ناسيون بالله كأنه كنت معايا يا عياد. نسيت واحد هذا الاسم اللي قالوا. ايه يا اخي شعمل؟ ايه رسات لدريسة في يدي وانا نمسي وننسد حتى هاني وصلت سلامات. ربي يقول لي شنية التقميرة اللي ضاعت عليك؟ التقميرة هي بقرة تزحك لكن على مسيتي وزيتي لازم خرجت تسرح على خاطر قد ما لوزت ريحتها ما سماس. ما سماش بقرة قدك. اها يا عياد من المرسى بدينا نقدفو. تو فرحان كي ضيعت لي كليون وفوت العرس على المرأة. زعت انا بكلي. بالله عليك لو كان انا رحت بالمنزل اسبس تقول للعزوزة امي واش بستعمل معاها؟
وبما وزه بس قبلها قول فيها خير عاد. الحق فيه مش فيك. هات هات الروبلوني وبرزوز اعطي كود ماء المبروك. اسنعتيه مبروك كود ماء. الله يبارك. عارفك هو اللي قال لي سيبني يرحم والديك. ما عندي فزيت انا بالله. عارفك هو اللي قال لي يا عرفي يا عرفي شلاني يا عرفي يا عرفي شنو سي سي يا عياد سوها زايدة وبرة شوها زايدة داخل علي بالبونية لواه فاش قامت عركته شو اللي صار بيناتكم يا اخي؟ ما صار شي. مقابلة دخل علي وقال لي تعالي على مجاك حكيك شي مدم. علاه يا شنب علاه؟ شنو الواه؟ ما هو انت قلت لي ولا بس كيك استوى؟ شو اللي قلت لك انا؟ امان ما قلت لي ادخل المبروك واعطيه ضربات ملاحه. انا امان امان ملانا بالله مره كلمتني بالرومي وقلت لي اعطيه كود مان. قول لا ما قلت استرى يرزيك في عقلك. علاه؟ قلت لك عاونو. اتك 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 بالله قلت لي اعطيه كود ما. وكود ما بالفرنسيز معناها الزربة باليد كيف ما كود بيه الزربة بتساق. ياخذ فيك الحق. اخرج اخرج عليا بس شوي عاد. هيا تراه ما تسيحس عليا من فضلك. مش نسيح عليك بركة اما حقني نشدك من قطوس رقبتك ونهز لوحك في بوش متاع مترو خليك ترتاح من عمرك. حتى نبدا قاعد ليك ولا عايز تحت كفالتك؟ بالله لو كان موس نخزر للعسرة لما نعوزك تعويزة اللي تقعد عمرك الكل كيف للمونيكا. هيا تخرج من نحلي ولا نعمل توا تليفون البوليس يجي يفرجك في قدرك. بالله السوازي يقعد عمره الكل سوازي. اي من اللي كنت صغير قدك هزيك هيا سنتك ابوك يقلبك واحد من الاولاد الحومة. تقوم السيحة وتفزع ابوك وامك وعمتك وخالتك وستة سبعة من سلالتك. خاتي خوك سوازية منتي قمز في سربة الماء. اقعد فيها وحدك ورخني منك ومن سواتك. ورفوار يا حبيبي. استمعتم إلى حلقة جديدة من مسلسل شناب، تأليف صلاح الدين بلهوان وإخراج لحبيب الحارث.